مساء الخير جميعا، أهلا وسهلا بكم في الفضاء الافتراضي لنادي الفيزياء النظرية ثيوريتيكال فيزيكس كلوب. يسعدنا ويشرفنا يعني أن نعيد استضافة دكتور نسيم مجدي في محاضرة ثالثة له ضمن محاضراتنا الدورية في نادي الفيزياء النظرية. وهو يعني دكتور نسيم مجدي غني عن التعريف، وهو باحث ودكتور في جامعة نيويورك ستوني بارك، وحقيقة قدم لنا محاضرتين قبل هذه المحاضرة سأضعها لكم في التعليقات إن شاء الله في الشات. موضوع محاضرتنا اليوم هو مصادم الإلكترونات والأيونات. حقيقة يعني فيزياء المصادمات أو فيزياء الطاقة العالية، يعني مع التحفظ على الاختلاف بينهم، موضوع مهم وقد يكون متقدم على البعض، لكن إن شاء الله يعني دكتور نسيم راح يبسطه ويكون الموضوع شيق وجميل للجميع. فتفضل دكتور نسيم، شكرا صديقي، محاضرتك الكريمة. أهلا وسهلا. شكرا لفضلك جدا. خلينا ممكن نبتدي. طيب، زي ما حضرتك وضحت، انا بشتغل باحث ما بعد الدكتوراه في جامعه ستوني بروك في نيويورك. الشغل بتاعنا مقسوم نصين، اتكلمنا عن جزء منه قبل كده اللي هو الجزء المتعلق شويه بالفيزياء النوويه في الطاقات العاليه، والنهارده هنتكلم عن الشغل الجديد اللي هنبتدي نبني فيه كمان اقل من 5 سنين، وده تقريبا نقدر نقول شغل البارتكل فيزيكس مع النيوكلير فيزيكس لل 20 او 30 سنه الجايين. فلو بصينا على التايتل هو ساينس اوف ذا الكترون اين كولايدر. فالالكترون اين كولايدر احنا لاول مره هنصادم، مش اول مره طبعا، ولكن على الاقل في شكل المصادم هنصادم الكترون مع نواة ذرة كاملة أو مع بروتون داخل الذرة دي. ودي فكرة الأيون، إن إحنا عايزين نشوف إيه اللي جوه، عايزين نعمل 3D imaging لبروتون أو لمكونات الذرة. الانفورميشن بتاعتي موجودة على الفيرست سكرين، لو في حد عنده أي معلومات المحاضرة هتكون بالعربي بالكامل، وهي يعني أكبر تبسيط أنا ممكن أعمله عن الجزء ده من الساينس. فممكن نبتدي. أول شيء خلينا فاكرين إن إحنا بنحاول نفهم مكونات الكون بتاعنا. فلو أخذنا نظرة سريعة على شكل الكون من وقت ما بنقول في أوقات إحنا مش عارفينها تقريباً عن تايم زيرو، وكل ما قربنا لتايم زيرو بنبتدي نقول والله إحنا عندنا قوة طبيعية بتاعتنا ممكن نفهمها ونفهم إزاي بتعمل وإزاي بتتواصل. لما نكون في حيز يسمح لنا بده، بنتكلم هنا على حيز اكبر من حيز بلانك، في بلانك ايرا او بلانك ايباك. ولكن بعد كده ممكن نبتدي نتكلم عن اللي بنسميه الجراند يونيفايد تايم، والجراند يونيفايد تايم اللي كانت فيه بنسميه القوى الاربعه كلها متحده في شكل قوه واحده. ايه هم القوى الاربعه اللي بنتكلم عنهم في العاده او اللي بندور عليهم وكل شغلنا بينصب عليهم؟ هم قوى الجاذبيه، القوى النوويه القويه، القوى النوويه الضعيفه، والقوى الكهرومغناطيسيه. وهنا ده التمبريتشر رينج اللي ممكن نتكلم فيه في المراحل. عندنا دلوقتي النموذج اللي بنتكلم عليه في القوى الرئيسيه الثلاثه، طبعا مش هتكلم عن الجاذبيه النهارده، ولكن القوى الاساسيه الثلاثه اللي بنتعامل معاهم في المعامل بتاعتنا هم النواه الضعيفه، النواه القويه، والقوى الكهرومغناطيسيه. بنقدر نفسر دول من خلال النموذج المعياري ستاندرد موديل او النموذج القياسي للجسيمات، واللي بيقول لنا والله احنا ممكن نقسم الجسيمات اللي عندنا وتفاعلاتها لنوعين. عندنا الجسيمات المتفاعله اللي هم الفيرميونات، والجسيمات اللي بتحمل هذا التفاعل او بتوصف القوه دي اللي هم البوزونات. فمثلا عندنا الكواركس اب داون شارب سترينج توب اند بوتوم، والجسيمات المضاده بتاعتهم، ودول بيتفاعلوا عن طريق القوى النوويه القويه في السترونج فورس هنا، وبيتم القوه دي بتحمل على حاجه بنسميها الجلون جي. فالجلون جي لو بصيت للرسمه اللي تحت دي، الالوان الكور الصغيره دي اللي بنسميها الكواركات، وبتيجي ملونه زي ما احنا شايفين كده، وبيجي معاها بتحمل عليها الجلونات، وبرده الجلونات هي الالوان. القوى النووية الضعيفة في وقت الانحلال هنبتدي نشوف النيوترينوز اللي بتطلع مع الانحلال ده،
القوة النووية سوري القوة الكهرومغناطيسية بنتكلم هنا على حاجة زي 2 إلكترونين بيتنافروا، والقوة التنافر بينهم أو الماسنجر بينهم الرسول اللي بينهم بيكون عبارة عن الفوتون. الزي والدبليو هم اللي بيحملوا القوة النووية الضعيفة، وعندنا اللي بيجمع كل ده مع بعض أو المين فايندينج أو الشيء المهم اللي وجدناه كان الهيجز بوزون، اللي في الاخر بيدي الجسيمات دي الكتل بتاعتها اذا كان ليها كتل عن طريق التفاعل مع الهيجز بوزون او الهيجز ميكانيزم. طيب الشغل بتاعنا تحديدا بيركز على القوى النوويه القويه في الهاي انرجي فيزكس، ودي بيتم توصيفها عن طريق ما نسميه بالكوانتم كرومودينامكس. الكوانتم كرومودينامكس او النظريه الصبغيه لو ترجمناها بالعربي، هي النظريه او المبنيه طبعا على الكوانتم فيلم ثيوري اللي بتوصف تفاعل الكواركات دي مع بعض، وتفاعل الكواركات مع الجلونات، وفوق ده تفاعل الجلونات مع بعض. فكل ده بيتم توصيفه عن طريق اللي بنسميه الكوانتم كرومودايناميكس. الشغل اللي كنا بنعمله لحد فتره قريبه هو اللي بنسميه الكوارك بلون بلازما. دي عباره عن بلازما بتنتج عن طريق ان انا بزيل الحواف دي او بزيل الفواصل بين البروتونات وبعضها. تخيل ان انا عندي كل الاجسام الموجوده دي بروتونات، وجواها عباره عن كواركات وجلونات. انا عايز اشيل الباوندريز دي عشان ادرس الماده الاوليه اللي تكون اول ماده اتكونت بعد البيج بانج في مراحلها الاوليه، بس في المعمل من غير ما اعمل البيج بانج كبير. انا هعمل حاجه بنسميها ليتل بانج. فهنا الكوانتم كرومودينامكس او النظريه دي بتقول لنا ان انا ممكن اعمل حاجتين. ممكن اسخن السيستم ده اعمل له هيتنج، او ان انا ممكن اضغطه اعمل له ضغط بشكل قوي. في الحالتين انا بجبر السيستم على ان هو يتخلى عن الحاله اللي احنا بنسميها حاله الهادرونات اللي هي زي الجسيمات زي البروتونات والنيوترونات، ويتحول للي بنسميه كوارك بلون بلازما. طبعا الكونديشنز دي ما بنوصلهاش غير في حاجه بنسميها الهيفي ايون او الهاي انرجي، وبنتكلم هنا على الجيجا الكترون فولت، او بنتكلم على التيفا تيرا الكترون فولت، او بنتكلم تيرا سوري تيرا الكترون فولت زي اللي بيحصل في اللارج انجل كولايدر، او هنا في الريلاتيفستيك هيت انجل كولايدر في اللي هو موجود في نيويورك، عن طريق تصادم ان انا صادم انويه ذرات ذهب مع بعض بسرعه عاليه جدا. طيب احنا كل ده بنعمله ليه؟ يعني ليه كل اللي احنا بنعمله ده؟ بندور على ايه بالظبط؟ وهنا احنا بندور على نقط بعينها. فيعني احنا على في رحله بنحاول فيها ندور على الفاندمنتال ستراكشر، المكونات الاساسيه او المكون الاساسي للماده في هذا الكون. فلو عندنا زي ما احنا شايفين كده جزيء من الميه او قطره ميه، فده هيكون شكل جزيء الميه. اقدر ابص بالنظره دي احد النظرات لحد النهارده ده بيتم دراسته، ولحد النهارده الناس بتشتغل على السبكتروسكوبي او الناس اللي بتشتغل على ان هي تبحث عن كده نحاول نفهم بعض الذرات الاكبر بنربطها بالميه. دايما بنبص للميه على جزيئين الهيدروجين وجزيء الاكسجين، ذرتين الهيدروجين وذره الاكسجين، على ان هم ازاي بيتفاعلوا مع بعض، ازاي ممكن يعملوا حاجه اسمها بيندنج او ستريتشنج، يعني ازاي ممكن يتحركوا. لو خليناهم في شكل مثلث، المثلث زواياه تتغير، او ان هم يحصل لهم روتيشن يلفوا حوالين بعض. كل دي ديجريز اوف فريدم بيجي معاها فيزيكس الناس لحد النهارده بتشتغل عليه. او ان انا انزل تحت المولكيولر ليفل، تحت المستوى بتاع المولكيولز او المركبات، وابص على المستوى الذري. وحتى ده في شغل لما بنيجي نشتغل على الاكس راي وعايزين نبني ماشين عشان نستخدمها في مستشفيات، لازم نبقى عارفين الاكسايتيشن ليفلز او مستويات الاثاره لكل ذره عشان نقدر نعرف هتطلع اكس راي ولا مش هتطلع اكس راي، الماتيريال المفروض نستخدمها وكل التفاصيل دي. وده اللي احنا بنسميه الاتوميك فيزيكس او الفيزياء الذريه. وممكن ننزل على الفيزياء ما دون الذريه السب اتوميك هنا، ونتكلم على الفيزياء النوويه. وده في اكتر من مجال، في ممكن نتكلم على المستوى الاشعاعي، ازاي الذره دي ممكن تنشطر او تندمج، ازاي ممكن يحصل لها اضمحلال ان هي تبقى ذره يورانيوم وتفضل تضمحل لحد ما تنتهي لاقرب ذره مستقره ليها. او ان انا انزل كمان على ما دون على الصب نيوكليونيك، يعني
ما دون النواة، وابص على البروتونات والنيوترونات. ابص الاقي ان البروتون بيتكون من اتنين كوارك اب وواحد كوارك داون، والنيوترون بيتكون من اتنين داون وواحد اب. هنا هتلاقوا هنا بدانا نظهر عندنا شيء جديد، هو ان بدانا نلون الحاجات دي، نحط لها لون. وده جاي من ان احنا فاهمين ان الاشياء دي لازم يكون ليها ديجريز اوف فريدوم. يمكن اكيد معظمنا سمع على النيذر ثيرم او البرهنه نيذر، اللي بتقول ان والله كل ما بقى عندك تناظر سيمترية، كل ما ظهرت معاها قوانين الحرص، الاثنين مرتبطين ببعض. وده اللي عملناه في الكوانتم، في الكوانتم كرومودينامكس، ان احنا حلينا النظام ده وقدرنا نعرف ايه الديجريز اوف فريدم الكونزرفيشن او درجات الحفظ اللي المفروض تطلع لما يكون هناك تناظرات بينها، خصوصا التناظر المرئي اللي احنا بنسميه الكايرال سيمتري، او يعني ممكن نسميه كده من قوسين الكايرال سيمتري، الليفت هاند والرايت هاند شكلهم عامل ازاي. فاحنا بندور على ايه؟ الاسئله اللي موجوده على الشاشه دي هي اللي احنا بندور عليها. What is there؟ ايه اللي موجود بالظبط؟ What are we made of؟ احنا مش احنا على المستوى الانساني طبعا، ده سؤال، ولكن على المستوى الذري وما دون الذري، الاشياء دي مكونه من ايه؟ وايه اصغر شيء ممكن نوصل له؟ ايه السمولست ليفل اللي احنا ممكن نتكلم عنه؟ ومع ده هنطرح سؤال كمان، ايه الموست فاندمنتال؟ لحد النهارده الموست فاندمنتال اتس ديبيتابل بوينت، هي نقطه نقاشيه. ففي ناس هتتكلم على من خلال الكوارك فيلتري على ان الكواركات والليبتونات مع الجسيمات الاخرى اللي موجوده في الستاندرد موديل هي الموست فاندمنتال، هي التي لا تتجزا الانديفيزبل، او ان انا ممكن اتكلم عن انزل لمستوى اخر بنطلع في الرياضيات، ولكن هننزل في المستوى الاخر ان انا اشوف ان الاشياء دي بتتكون من سترينجز. واعتقد استضفت دكتور معتز قبل كده بيتكلم عن السترينج ثيوري. فبالتالي دي الاسئله اللي احنا بندور عليها وعايزين نلاقي لها اجابه. طيب الأسئلة دي، إيه نوع الأسئلة بالظبط اللي المعجل الجديد أو المسارع الجديد المفروض يجاوبنا عليها؟ خلينا نقول إن إحنا دلوقتي تقريباً عدينا الـ 100 سنة من اكتشاف الذرة واكتشاف البروتونات. ولكن إحنا فاهمين الفيزياء الذرية بتاعتنا كويس جداً، يعني إحنا دلوقتي بنستخدم الذرة في تحليل الوقت، والدقة بتاعتنا يعني ثانية في يعني 22 مليون سنة، يعني رقم رهيب جداً لما نقسم واحد على 22 مليون سنة، دي دقة تحديدنا الثانية من خلال معرفتنا بالذرة. فده بيقول إن إحنا فاهمين كويس قوي المستوى الذري شكله عامل إزاي، بيتصرف إزاي. اسمحوا لي أشرح معايا. خد راحتك يا دكتور ياسين. تسلم. النقطة بقى اللي احنا لسه بندور عليها هو تبع المستوى ما دون الذري، احنا مستوى البروتونات، هل احنا فاهمين كل شيء؟ وخلينا اقول لك انه لا، يعني اذا كنا بنتكلم على نسبة الفهم بتاعتنا ان هي 1 ل 2 ل 220 مليون سنة في ثانية، 220 مليون سنة بالنسبة للذرة، فبالنسبة للبروتون احنا بنتكلم على 20 دقيقة في الساعة. الفرق بين الاثنين رهيب، يعني معرفتنا عن البروتون مع كل التقدم التكنولوجي اللي احنا فيه ده هي معرفه قليله جدا 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 مقارنه باللي احنا نعرفه عن الذره. وده ليه؟ لو جاز لنا ان احنا نسال، ده بسبب الجلونات وشكل تفاعل الجلونات مع بعض او تفاعلها كمان مع الكوكب. في كتير من الاشياء المجهوله عن الجلونات وازاي بتتفاعل، وده احد الاسئله اللي المعجل بيحاول يجاوب عليها. طب نحاول نفهم ده اكتر ازاي؟ خلينا ناخد مثال بين النظريتين اللي موجودتين اللي احنا طول الوقت بنسمع كلام عليهم، الكيو اي دي وهي الكوانتم الكترودينامكس، احنا الشغل بتاع العظيم ريتشارد فاينمان او المحاضرات بتاعته على الكوانتم الكترودينامكس هي من افضل المحاضرات، ولكن الكوانتم الكترودينامكس هي اللي بنستخدمها في توصيف التفاعلات بين الجسيمات المشحونه على مستوى، يعني بنوصف بيها خلينا كده الكهرومغناطيسيه او بشكل كمولي من قوسين طبعا مع التحفظ. ولو بصينا على الجزء الاول هنا، الجزء ده هنلاقي عندنا A و B، ودول عباره عن جسيمين مشحونين بشحنه كهربيه او عمليه سكاترنج. فالجسيم هنا طبعا مش هشرح الفاينمان دايجرام، مش محتاجين نخش في التعقيد. الفكره كلها ان خلينا نفترض ان دول 2 الكترونز، الكترونين، الالكترون انتقل من الحاله ألف
او الحاله ايه للحاله ب، عن طريق ان هو حصل انتقال هنا للجاما اللي هي الفوتون في الحاله البحثيه فوق. لو انا افترضت ان ده كوارك وده كوارك، فالتو كواركس هنا لما الحاله اتغيرت ده كان عن طريق تبادل او التفاعل مع الجلون. فالجلون دايما بنحطه في شكل السوسته ده، لكن الفوتون بيتحط في الشكل الموجي ده. احنا بنعمل فاينمان دايجرامز بنبص له بالشكل ده. الفكره مش هنا، مش في الجزئيه دي. الفكره ان في الكيو سي دي او الكوانتم كرومودينامكس انا مش هبص للالكترون اللي جاي والالكترون اللي طالع، او الكوارك اللي جاي والكوارك اللي طالع بس، ده انا هبص كمان انا ممكن يكون عندي تفاعلات وتفاعلات مختلفه جدا بين الجلونات دي وبعضها. مفيش ولا كوارك هنا في التفاعل، ولكن انا عندي ثلاثه جلون بيرتبطوا ببعض بيتفاعلوا مع بعض. دي بنسميها باي ذا واي بنسميها جانكشن، مش هخش في تفاصيل، ولكن الحاله دي هي احد الحالات اللي ممكن تلاقي فيها ثلاث جسيمات كوانتم انتانجلد مع بعض. عندما الناس بتفكر في الكوانتم انتانجلمنت على ان هو جسيمين اثنين الكترون متشابكين كميا مع بعض، احنا ممكن يكون عندنا ثلاثه كوارك متشابكين كميا او اربعه كوارك متشابكين كميا وهكذا، ممكن توصل لمراحل اعلى. فالمشكله فين؟ المشكله في حاجه اسمها النون لينير جروث اوف جلون، يعني ان التفاعلات بين الجلونات وبعضها ممكن تكون كبيره جدا وبشكل غير سطحي، يعني مش واحد لواحد. احنا ممكن يكون عندنا جلون بيتفاعل مع 10 وغير ما. فالتفاعلات دي لازم تبقى اندر كنترول، لان ده اللي موجود جوه البروتون، عشان كده تقول انا فهمت البروتون، انا فاهم حاجه جوه البروتون ده. فلو حبيت اسمرايز الجزئيه دي قبل ما نقول ايه الخطوات الاساسيه اللي هيدور عليها السيرش كويست، او احنا بندور على ايه في المصارع الجديد اللي احنا هنبنيه، خلينا نقول ان احنا لسه عندنا معلومات كتير عايزه تكمل عن الجنونات. الجنونات تاني هي لو ما فيش جنونات، لو ما نعرفش حاجه عن الجنونات، لو الجنونات ما اشتغلتش، صحيت الصبح حاجات انا مش لعبه معاكم، لا هيكون عندنا سب نيوكليونيك بارتكلز زي البروتينات والنيوكليونات، ولا هيكون عندنا انويه، ولا هيكون عندنا حاجه. الجنونات هي مفتاح حاجات كتير جدا في فهمنا عن الكون ده، واحنا للاسف بينقصنا اشياء كتير جدا عن فهم الجنونات. اكبر مشكله او واحده، هعرض هنا مشكلتين في البارتكل فيزيكس، وهعرض مشكله مختلفه في النيوكلير فيزيكس. المشكلتين الاساسيتين اللي بندور عليهم في البارتكل فيزيكس، واحده منهم اي ثينك قبل ما ننقل السمري بتاعنا، هو ان احنا لسه واقفين عند اسئله كتير مفتوحه في البارتكل فيزيكس في الكيو سي دي. فاحنا عارفين ان الكيو سي دي هي النظريه اللي بتوصف السترونج انتر اكشن او التفاعل النووي القوي، لكن لا زال هناك مجاهيل كتير جدا محتاجين نعرفها اكسبيرمنتالي، محتاجين نعرفها بشكل معملي، محتاجين نقدم ادله عليها معمليا. ف واحدة من المشاكل دي هي اللي بنسميها البروتون ماس. احنا ممكن عارفين طبعا بالقياسات بتاعتنا، والله البروتون الماس بتاعته قد ايه؟ فبنتكلم على 168 ل 10 اس 26 جرام. لكن لما بنيجي نبص للثلاثة كوارك اللي موجودين ونحاول نجمع الماسز بتاعتهم من خلال الهيكس ميكانيزم، بنشوف والله هيطلعوا قد ايه من الماس اللي احنا بنقيسها البروتون، فنلاقي نفسنا بنتكلم على يعني نهار ما نتمعظم قوي 2 10 اس 26 جرام، يعني بنتكلم على تقريبا 1% من كتله البروتون بتيجي من الهيجز ميكانيزم عن طريق شكل الكوارك. والسؤال اللي بيطرح واللي ما عندناش اجابه عليه لحد دلوقتي، بقيه الكتله بتيجي منين؟ الكتله اللي ناقصه دي هتطلع ازاي؟ هتيجي منين؟ طبعا في ابحاث نظريه كتير موجوده بتتكلم عن ازاي الجنونات هتتفاعل عشان تكون او تعوض النقص في الماس، ايه طريقه الميكانيزم اللي موجوده، واللي مش هكون انا افضل حد كاكسبيرمنتالست ان انا اشرح الابحاث دي، ولكن الفكره ان احنا عارفين ان الجنونات هيكون لها دور هنا. طب هتلعب الدور ده ازاي؟ ده اللي المعجل ده المفروض ان هو يجاوب لنا على السؤال ده، ان احنا قياساتنا اللي هنقدر نعملها في هذا المعجل المفروض يتم بناء المرحلة الجاية بتركز بشكل كبير على إجابة السؤال ده. السؤال الثاني
هو اللي سبين. احنا عارفين ان البروتون فيرميون سبين بتاعه هاف او نص، يعني عزم الدوران بتاعه حوالين نفسه، يعني لو قبلنا بهذا التعريف للسبين. ولكن احنا عارفين برضو ان ده اللي جوه البروتون، لو بصينا للصوره السمبليفايد دي، الشكل التطوري هنا يعني بنشير ان احنا بنتطور ازاي في فهم البروتون نفسه. فده الشكل المتخيل دلوقتي بالنسبه لنا عن البروتون. احنا عندنا 3 كواركات بيتفاعلوا مع بعض عن طريق الجلومات الخيوط الموجوده. فنقدر نقول لو حابين نفهم السبين، هيبقى السبين بتاع الكواركات اللي هو السبين بتاع كل كوارك زائد الانجولر مومنتوم بتاعهم مع السبين بتاع الجلومات الموجوده زائد الانجولر مومنتوم بتاعهم. التو تيرمز الاولانيين يعني احنا عارفينهم بنسبه حوالي 25% كل واحده فيهم. ولكن لما بنقيس ونعمل القياسات بتاعتنا النهارده، بنلاقي ان المجموع مختلف خالص عن النص. ده معناه ان الانترنال ستراكشر او التركيب الداخلي اكثر تعقيدا مما نتخيل. الشكل بتاع البروتون من جوه ده الشكل المتوقع دلوقتي. احنا عندنا حاجه بنسميها السي كواركس، اللي هم مش الفيلنس كوارك، فبنسمي ال3 كوارك الاساسيين دول فيلنس كوارك، دول الكواركات الخارجيه. لكن عندنا حاجة بنسميها السي كواركس، وعندنا كمان جلونز بشكل كبير جدا. السؤال بقى، السي كواركس دول مع الجلونز اللي موجودة دي بيساهموا ازاي؟ بيساهموا بقد ايه في حل اللي بنسميها السبين كرايسيس او مشكلة السبين يعني. فده احد اكبر الاسئلة المطروحة على الترابيزة مع سؤال الماس. برضو المعجل ده والمسارع ده المفروض يجاوب لنا اسئله ثانيه متعلقه بالفيزياء النوويه، مش البارتكل فيزيكس، او خلينا نقول ما بين البنين بين الاثنين. فالفيزياء النوويه بتقول لنا شكل الجدول الدوري، الارقام الموجوده دي هي الاتوميك نمبر، هي عدد البروتونات عشان نقدر نعرف اي عنصر. والله بتقول لنا ان احنا عندنا حاجه جميله جدا في الانويه اللي موجوده. الانويه دي ممكن تاخد اشكال مختلفه وتاخد خواص مختلفة. فمثلا كمثال، العناصر الخفيفة زي البريليوم والهيليوم، البريليوم عدد الذري بتاعه 8 هنا، أو العدد الكتلي بتاعه 8، سوري، العدد الذري بتاعه 4 اللي هو ده. الكربون والعدد الذري بتاعه، الكربون كان كام؟ 3 اوكي، كربون هيبقى 6، وعدد الكتله بتاعه 12. طبعا كل دي اسمها ايزوتوبس، يعني حاجات مختلفه منهم. ممكن يكون عندنا العدد الكتلي بتاعه بيختلف في 12 في 11 ديفرنت ايزوتوبس. ففي الخمسينات اعتقد 1950 او قرب الخمسينات، كان الشهير فريد هويل في دراسته بالاستروفيزيكس كان بيقترح ان اللايت ايونز دي او الايونات الخفيفه زي الكربون والبريليوم والنيون والاكسجين، دول بيتكونوا من جسيمات الفا صغيره عن طريق الاندماج النووي. فكانت الفكره اللي بيطرحها فريد هويل، ده صاحب تسميه البيج بانج، هو له ابحاث كبيره جدا في مجال الفيزياء النوويه او مجال الفيزياء النوويه المتعلقه بالاستروفيزيكس او الفضاء عموما، كان بيقترح ان والله احنا ممكن يكون عندنا مجموعه من جسيمات الالفا بتندمج مع بعض عشان تكون البريليوم والكربون وكل العناصر دي. فهنحتاج 2 بريليوم على الاقل عشان نكون، سوري، 2 الفا بارتكل على الاقل عشان نكون البريليوم، 3 الفا بارتكل عشان نكون الكربون، و4 عشان نكون الاكسجين، وهكذا. وكان بيقترح ان الجسيمات دي هتفضل زي ما هي جوه النواه. يعني لو بصيت على النواه ممكن نشوف 3 الفا جنب بعض بالشكل. ناس تانية غيره قالوا والله طب دي فكرة، طب افترض ان انا ما عنديش عدد زوجي عشان اكون الالفاظ دي، عندي عدد فردي. فده معناه ان مثلا في 2 ونيوترون مش موجود، يعني مش موجود مع اي الفا من دول. طب النيوترون ده هيبقى هيعمل ايه؟ فكان الاقتراح ان النيوترون ده هيفضل يلف حوالين التو الفا دول او الجسيمات الموجودة دي، فيكون حاجة بنسميها مثلا نيوترون سكان. يبقى عندك النواه كده
وفي نيوترون عمال يبرم حوالين النواة هنا مش قاعد ساكت، فبيعمل حاجة شبيهة بالسكين، شبيهة بالجلد حوالين النواة. أو ممكن ده يحصل بإن يكون عندك حاجة اسمها هيلو، النواة ولسبب غير معروف بتفرق بين البروتونات والنيوترونات، فتلاقي إن في تركيز للبروتونات في النص أو تركيز للنيوترونات في النص، وده اللي بنسميه البروتون هيلو أو النيوترون هيلو. في حاجة تانية اسمها ديفورميشن. ديفورميشن معناها إن النواة مش كروية الشكل بشكل كامل، بالعكس ممكن تبقى شبه الأمريكان فوتبول اللي هي منبعجة. وكل الحاجات اللي هنتكلم عليها دي ممكن دراستها في المعجل الجديد. وهنا هي كان بحث منشور في نيتشر السنه اللي فاتت بيتكلم عن الجزئيه تحديدا بتاعه الالفا كلاستر، الجزئيه اللي انا مهتم بيها، وان احنا ممكن نحاول نكتشف ده لحد دلوقتي لسه لم يتم اكتشافه، ان احنا نحاول نعمل قياسات نقول فيها او نفهم فيها ازاي البريليوم او نواه ذره البريليوم ممكن تكون عباره عن اثنين الفا بارتكل مع بعض، او الكربون ممكن يكون ثلاثه الفا بارتكل مع بعض، الثلاثه دول ممكن يتكونوا باشكال مختلفه زي ما انتم شايفين. الشكل اللي كل الناس بتحاول تكتشفه اللي هو ده، اللي هو في الاخر ده اللي بنسميه الهويل ستيت، وجايه تاني من اسم فريد هويل الراجل بتاع البيج بانج اللي كان بيتحكم على البيج بانج، وقال سماه بيج بانج عموما، او سماه النظريه بتاعت لومترا هي ان هي سماها البيج بانج. طيب قبل ما ننقل خلينا افكركم ان العظيم ريتشارد فاينمان كان له جمله ظريفه وهي بيقول scattering of protons on protons is like colliding Swiss cheese to find out how they are built. فبالتالي الراجل بيقول لنا لو انا عندي سويس واتش سويس تشيز اكيد مش جبنه، هي ساعات سويسريه. فلو انا عندي انا بالظبط عايز اعرف الساعات السويسرية بتتكون ازاي، فلو انا هعمل الكومباريزون ما بين الساعات السويسرية والبروتونات، فتصادم البروتونات مع بعض او السكاترينج بتاعهم من على بعض مقارب لانك انت تخبط ساعتين سويسريتين مع بعض عشان تشوف هم متكونين من ايه. وهنا ممكن تعمل ده، لما ده يحصل مش هتفهم هم كانوا متركبين ازاي، لكن هتقدر تتكلم عن مكوناتهم. فلما الساعتين يخبطوا ببعض ويطلع عندنا الشكل الغريب ده، أنا ممكن أتكلم عن عدد التروس اللي موجود، وممكن أتكلم عن عدد الزومبورت اللي كانت موجودة داخل التروس دي، ممكن أتكلم إن والله كان فيها إلكتريك باتري ولا لأ، لكن مستحيل أقدر أقول هي كانت متركبة إزاي مع بعض، ده صعب جدا، لأن أنا دمرت الساعات في التصادم ده. علشان كده في عندنا أنالوجي ظريف، أعتقد إحنا في الصيف فالناس هتبقى حابة موضوع البطيخ ده. التجربه الحاليه اللي موجوده سواء في اللارج هادرون كولايدر ال اتش سي او الريلاتيفستيك هيفي اين كولايدر اللي هو موجود هنا في نيويورك اللي انا بشتغل فيه، هي شبيهه بالفيل اللي طلقناه في سوق البطيخ وكسر لنا البطيخ كله بالشكل ده. فالحاصل ايه؟ الحاصل ان احنا بنخبط انويه الذرات ببعض، البطيخ كله بيتكسر. فانا ممكن اعرف ان اللي جوه البطيخ كان الماده الحمراء دي اللي هي الجوسي بتاعتها العصير بتاعها ده مع البذر، ده اللي ممكن اعرفه في الحاله دي، انا عرفت ايه اللي جوه البطيخه، لكن مستحيل اعرف شكل البطيخه من جوه كان عامل ازاي. هنا انا محتاج سكينه عشان اقطع بالراحه وابص جوه البطيخه واشوف والله البذر كان شكله عامل ازاي والبطيخه نفسها عامله ازاي. وده اللي بيحصل في المعجل الجديد عايزين نعمله، اللي بنسميه ديب ان الاستيك سكاترينج دي اي اس، وهنتكلم عنه في السلايد الجاي. فالغرض بتاعنا ان احنا نجيب السكينه ونقطع البطيخه، فالسكينه بتاعتنا هي الالكترون، البطيخه بتاعتنا هي البروتون او الذره على حسب، والالكترون لما بنعجله بسرعه كبيره جدا بنوصل لنقطه التصادم ويطلع منه فوتون بيحمل جزء من المومنتوم بتاع او من كميه الحركه بتاعت الالكترون ده. الفوتون ده هو اللي بيدخل جوه البروتون ويقول لنا والله البذر اللي جوه ده متوزع ازاي. العمليه دي بنسميها ديب ان الاستيك سكاترينج، ده الشغل اللي احنا بنحاول نعمله. بنقيس الالكترون بعد السكاترينج بعد عمليه التشتت، فنعرف المومنتم اللي فقدها قد ايه، فالفرق بين المومنتم اللي هو جاي بيها كميه الحركه اللي هو جاي بيها وكميه الحركه اللي فقدها دي بنسميها كيو. فاحنا عرفنا كده كميه الحركه اللي الالكترون هيدخل بيها داخل البروتون او النواه الفوتون سوري. في الحاله دي انا اقدر اعرف من المومنتم ترانسفير اللي هو الكيو سكوير الويف لينث بتاع الفوتون اللي نازل.
فلو الويب لينكس ده كبير نسبيا ممكن ما يخشش جوه البروتون اصلا يعدي، لكن لو صغير كفايه ممكن يدخل جوه البروتون ويلاقي اللي جوه. علشان كده بنقول في الديب ان الاستيك سكاترينج، ده اللي بنسميه الاستيك سكاترينج، الطول الموجي بتاع الفوتون الساقط هو اصغر بكتير من البروتون سايز، من حجم البروتون. في الحاله دي بنقدر نشوف بقى البطيخه بتاعتنا اللي احنا بدانا بيها وتوزيع البذر جواها عامل ازاي. فدي لازم نخليها في بالنا. الديب ان الاستيك سكاترينج ده هو واحده من اهم التولز اللي موجوده في الحاله دي. طبعا الصوره الحقيقيه اللي بنحطها عندنا الكترون ساقط بمومنتوم كي، وعندنا بروتون ساقط بمومنتوم بي. الالكترون ده بيحصل له سكاترنج بزاويه سيتا، ويطلع عندنا الكترون جديد بمومنتوم مختلف، وينتج عندنا هنا جاما بنسميه فيرتشوال فوتون. الفيرتشوال فوتون ده هو اللي بيخبط في البروتون ويطلع من ده جسيمات بنقيسها في المعمل. احنا في المعمل هنا عشان نعمل التجربه دي عايزين نقيس كذا حاجه. عايزين نقيس الالكترون اللي هيحصل له سكاترنج او تشتت، عشان من فرق ما بين الالكترون الساقط والمتشتت نقدر نعرف حاجه بنسميها كيو سكوير، كميه المومنتم اللي هياخدها الفوتون. لازم اعرف المومنتم بتاعت الالكترون بتاعت البروتون عشان بعد التصادم لما اقيس كل الحاجات اللي طالعه دي اقدر اعرف هو كسب مومنتم قد ايه. وهنا بنقسم العمليات لثلاث عمليات مش لازم اخش في تفاصيلهم، هم الاكسكلوسيف ديب ان الاستيك سكاترنج. وفي الحاله دي الالكترون لما بيخبط بيطلع لي حاجات كتير جدا، بقى بيطلع جسيمات كتير جدا مع الالكترون الناتج، فهيديني الكترون وحاجات تانيه كتير. ده بنسميه اكسكلوسيف. وعندنا حاجه اسمها سيمي انكلوسيف. سيمي انكلوسيف بعد ما بخبط الالكترون في النواه الذره بيطلع عندي جسيمات، لكن بيطلع عندي ذره كبيره لسه موجوده. يعني لو خبطته في الكترون، خبط في ذره رصاص او في نواه ذره رصاص، هينتج عندي مثلا ذره تانيه اخف من الرصاص او نواه ذره تانيه اخف من الرصاص، وهينتج جسيمات اخرى. في حاجه اسمها الانكلوسيف ايفنت. الانكلوسيف ايفنت ما بينتجش اي جسيمات خالص، بقى الذره بتفضل ذره زي ما هي وبينتج معاها شيء اخر، نسميه حاجه اسمها جيب ساي مثلا، جسيم كبير بينتج ويطلع عندنا الذره كامله في الاخر. دول الثلاث عمليات اللي احنا هنبقى بنقيسهم في المعجل الجديد اللي احنا بنبنيه. فالغرض من المعجل الجديد ان انا بدل ما اكسر البطيخ وبهدله، ومش بس اقطعه بالسكينه، ده انا كمان عايز اعمل اكس راي للبطيخه دي. فنشوف بقى التفاصيل، نشوف الخطوط دي اللي جوه البطيخه دي. فانا بعض التجارب اللي هتحصل هنقطع فيها البطيخه بالسكينه عشان نشوف الشكل ده، وبعضها هيبقى مساوي كأن احنا بنعمل ام ار اي او ماجنتيك ريزونانس للبطيخه عشان نشوف التركيب الداخلي بتاعها. الاكسلريتور هيبني، او خلاص الفند بتاعه اتوافق عليه، كل شيء اتوافق عليه، هيكون هنا في بروك هيفن، مكان المعجل اللي احنا او المسارع اللي انا بشتغل فيه دلوقتي. وهنسميه زي ما قلنا كده بي ان ال، ده اسم المعمل، بروك هيفن ناشونال لابراتوري. والاي اي سي هو الالكترون اين كولايدر. ده شكل التركيب المقترح الى الان، ان احنا عندنا يكون في نقطتين لادخال سواء الايونات او الالكترونات، وممكن نعمل حاجه اسمها بولاريزيشن، يعني نخليه يلف في اتجاه واحد طول الوقت. في حاجه اسمها الاينمنت سبين، مش هنخش في تفصيل الاكسبيرمنت دي، ولكن نقدر نقول ببساطه ان تمت الموافقه على الكلام من كام سنه على انشاء المسارع، وتمت الموافقه على اول ديتكتور، اول كاشف، واللي اسمه ايبك. ايبك هيتحط هنا في النقطه دي. حاليا بنقدم بروبوزلز او بنقدم اقتراحات لوزاره الطاقه الامريكيه علشان ناخد موافقه على بناء نقطة تصادم تانية تكون في النقطة دي. لسه ما اقترحناش اسم، يعني اللي عنده اسم يقوله لنا. لكن هنا هيبقى في الديتكتور ايبك، في الكاشف ايبك، وهنا هيكون في كاشف تاني لو قدرنا نقنع وزارة الطاقة بتمويل الكاشف التاني. لأن عشان تعمل أي اكتشاف أنت محتاج معظم الوقت محتاج تجربتين مستقلتين عن بعض. إيه الجزء اللي أنا بعمله حالياً في الشغل ده؟ ده آخر جزء هتكلم فيه معاكم. وهو انا بشتغل على حاجه بنسميها الاتوميك نيوكلياي ايمجينج، ان انا عايز اشوف والله التركيب تركيب البروتونات والنيوترونات داخل النواه.
دي صوره كانت منشوره في فيزيكس ريفيو ليتر عن ناس كانت بتحاول تعمل شيء زي ده بتجربه صغيره مختلفه شويه، ولكن مش كولايدر، فقدروا يشوفوا ان التركيب داخل النواه دي نواه ذره بالمناسبه، لكن ما هواش متسق، ما هواش ترتيب يعني تلاقي فيه حتت الكثافه فيها اعلى، حتت الكثافه فيها اقل وهكذا. فبالتالي في شغل كتير ممكن تعمل في الجزئيه دي. الجزئيه دي تحديدا بين الفيزياء النوويه وبين فيزياء المسيمات. اللي انا عملته الى الان ان انا استخدمت برنامج او نموذج رياضي احصائي اسمه بيجل. بيجل او بيجل ده اسم كلب في امريكا. ده شكل الكلب اللي بنسميه بيجل في معظم الوقت. هو بيتسمي على اسم الكلب الظريف ده. وبيجل بيوثق هنا العمليه بتاعت ان في الكترون ساقط يحصل له سكاترينج يطلع تاني وينتج عن ده فوتون بنسميه فيرشوال فوتون يدخل جوه النواه او البروتون ويتفاعل. النموذج ده اهميته في ايه؟ في اني بقدر احدد منه حاجه اسمها امباكت بارامتر او معامل التاثير. معامل التاثير هو المسافه بين الخط المستقيم من اول نقطه تلامس بين الذره او بين نواه الذره وشعاع الضوء الساقط الى مركز الذره، ده مركز الذره. في المسافه دي اللي احنا بنسميها بي الامباكت بارامتر، دي واحده من اهم المعلومات اللي النموذج بيقدمها. النموذج بيوصف كل الفيزيكس بتاعت الالكترومباين كولايدر. مش هقدر اقدم النموذج دلوقتي، ولكن لو في اي حد كتب بيجو موديل على جوجل هيلاقي كل توصيف النموذج بشكل رياضي، ولكن الرياضيات بتاعته كتيره جدا صعب تتلخص مقدر. اللي عملته هو ان انا جوه النموذج ده وضعت الفيزيكس اللي احنا بنسميها الالفا كلاسترنج فيزيكس. النموذج لا يحتوي على هذه الفيزياء ابتداء، وكان دوري ان انا اقدم الثلاث ذرات دول او الثلاث انويه دول بالشكل ده. فالبريليوم اللي العدد الذري بتاعه 4 والعدد الكتلي بتاعه 9 هيكون عنده 9 بروتونات ونيوترونات. فبالتالي ممكن نكون جواه 2 الفا بارتكل زي ما انتم شايفين كده، وفي نيوترون حر عمال يتحرك حواليه. الكربون 12، الكربون 12 هنا لو كوننا 3 الفا بارتكل هيطلع في شكل المثلث جوه الذره نفسها. او في شكل الاكسجين هيبقى هنا شكل هرم بنسميه التتراهيدرو يعني، اللي هو مثلث وفي كلاستر في البعد على محور الزي. اللي حصل ان انا ازاي عملت ده، انا حددت الاول المراكز الاساسيه دي داخل الذره المفروض تكون فين، وبعدين باستخدام راندوم جاوشن ديستريبيوشن احصائيا قدرت اوزع البروتونات والنيوترونات في المكان اللي المفروض تكون فيه. وده بيحصل كل ايفنت يعني كل تصادم بنغير الاستراكشر ده عشان ما يبقاش تصادم. الذره مش ثابته، الذره بتلف في الفضاء ملهاش ما اقدرش اثبتها في مكانها، فبالتالي لازم اخلي الاستراكشر ده يتغير بين كل تصادم وتاني. ده اللي انا ضفته جوه النموذج عشان نقدر نشوفه ده، يعني نقدر نشوف الفيزيكس دي جوه المعجل ده ولا لا، او المسارع ده ولا لا. بعد كده بعد ما عدلت النموذج خليني اقول لكم ان الطريقه اللي انا اشتغلت بيها الكلاستر بتاع ودي حته تكنيكال شويه بتاع البريليوم هيكون على محور الزد. الزي دايركشن هو الدايركشن اللي الفوتون بيسقط عليه. فدايما التصادمات هنا لو انا بولارايزد لو انا كلاستر هيبقى اكبر من اي حاله تانيه. في حاله الكربون انا عكست، بدل ما احط دول على الزي دايركشن حطيتهم على الاكس واي بلين، فبقوا دايما في اتجاه عمودي على اتجاه التصادم. ده معناه ان في تصادمات هنا هتبقى اقل دايما في الحاله اللي هو كلاستر فيها. الاكسجين عشان في كلاستر زياده فبجمع بين الاثنين، كان انا خدت دي وضفتها هنا بالظبط، ما عملتش حاجه زياده هنا، جمعت الاثنين مع بعض. ف خلينا نشوف، انا هوري الناس بعض النتائج اللي قدمتها في المؤتمر اول امبارح. خلينا نبتدي بحاجه اسمها الهوموجينيتي. في طريقه بيتم استخدامها من يعني عشرات السنين في ان انا اعرف معلومات عن سورس معين جايين من نقطتين مختلفتين من المصدر. انا ممكن لما اعمل الكورليشن ما بينهم هنا اقيس العلاقه ما بينهم اقدر اعرف معلومات عن حجم المصدر ده عامل ازاي. مش بس كده، اقدر اعرف معلومات عن توزيع درجه الحراره في النجم ده عامل ازاي. فالطريقه دي تم اختراعها ابتداء اسمها اتش بي كي هامبري براون تويست، ده اسم الثلاث علماء اللي شاركوا.
وهم اللي اكتشفوا الطريقه دي اللي ممكن من خلالها نعرف حجم النجم قد ايه، ساعات بنعرف المسافه بينه وبينه، ساعات كمان ممكن نعرف اذا كان فيه هوت سبوتس، درجه الحراره عامله ازاي على نقط مختلفه. فانا هنا هعمل ده بس في المعجل بتاعنا. فلو خدنا ذره البريليوم اللي كنا بنتكلم عليها من شويه، وقسمت ذره البريليوم، ذره البريليوم هنا قسمتها لاقراص زي ما انتم شايفين كده، احمر ازرق اسمر والرصاصي. كل لون من دول بيقول انا بعدت قد ايه عن المركز. وخلينا افكركم ان ذره البريليوم الذرتين او التو الفا هم قريبين من المركز جدا، هم على المركز بالظبط. ف يعني بعيد عن ده، خلينا اقول ان لقينا القياس دوت ده جوه النموذج لسه. القياس ده لو عملناه، كل لو انا عملت القياس على الدايره الصغيره هيبقى اكبر، وكل ما ببعد عن المركز كل ما الكورليشن دي بقى اقل. فانا هنا بقى عندي وسيله اقدر اعرف بيها الكورليشن اللي بتحصل، او انا التصادم اللي حصل حصل قريب من المركز ولا بعيد عن المركز، حصل فين بالظبط. فدي كانت وسيله مهمه ان اقدر اعرف بيها، كاني بعمل مابنج، كاني بعمل خريطه لنواه الذره. طب في المثال اللي احنا بنتكلم عليه، انا هنا عندي مثال، هنا الاحمر دايما هو اللي من غير كلاستر، الذره بشكل عادي جدا. الازرق لما ابتدي احط الكلاستر اخلي الذره تاخد شكل 2 الفا او نسيمين الفا ورا بعض. ف البايونز هنا لو انا بعمل الكورليشن دي بين بايونز، الكورليشن دي لازم تتم بين بوزونات معظم الوقت. في بعض الناس بتعملها بين فرمونات، لكن هي مصممه للبوزونات خصيصا. اللي بنشوفه هنا في الجزء الاولاني في البريليوم، هتلاقي ان لو انت مش كلاستر الذره اكبر، لما بيكون ده اعلى معناه ان الذره اكبر من لو انت كلاستر، والفرق بينهم واضح جدا. لكن في الكربون، لان انا عاكس التركيب، هنا التصادم بيحصل على الالفا كلاستر بالظبط، هنا مفيش الفا كلاستر في النص فاضيه، فهتلاقيها معكوسه، هتلاقي الازرق هو اللي اعلى من الاحمر. فده جزء مهم، ده بيقول ان احنا الميجرمنت دي قادره ان هي تفرق بين اذا كنا عندنا الكلاستر ده موجود ولا مش موجود. الميجرمنت الثانيه، وانا هنا بختصر بقدر الامكان لكن فرهط، هي ان انا ابص على الانرجي اللي ناتجه من التفاعل ده. الانرجي اللي ناتجه من التفاعل، لقينا ان الكيس معلش يا دكتور نسيم، معذرة، انت الصورة لو ممكن ترجع الصورة الأولانية. طيب معلش، أيوة، انت مش ملاحظ ان ايه اللي عامل زي صورة الرجبي كده؟ ودي انت قلت ان هي ما تبقاش كورة كاملة، ودي زي صورة الرجبي صح كده؟ المفروض ما تبقاش كورة يعني، في الصورة الثانية كورة. لا لا، مش شرط الصوره دي انا رسمها بايدي، ده كرتون انا عامله عشان اقول لك ايه اللي حاصل. في الحالتين الباك جراوند دي ممكن تبقى كوره عادي، مفيش مشكله. لكن النقط الحمراء والزرقاء دي هتلاقيها متوزعه بشكل عشوائي، يعني هتلاقيها كلها موجوده داخل النواه، مش في مجموعه هنا ومجموعه هنا زي ما انا عامل كده. يعني احنا بنتوقع في اتنين توقعات. التوقع الاول ان النقط الحمراء والزرقاء دي متوزعه بشكل عشوائي داخل النواه. توقع اللي هو بنسميه كلاستر، ان هم يكون في مجموعه هنا ومجموعه هنا مفترقين عن بعض بمسافه معينه. فاهمني؟ ده اللي احنا بنسميه كلاستر. علشان كده في السلايد الجايه هتبقى اوضح شويه. السلايد الجايه هنا ده البريليوم، ده شكل النواه في اللي انا دخلتها جوه النموذج، ده الشكل اللي انا صممته بنموذج احصائي وحطيته جوه النموذج ده كالنواه اللي هيخبط فيها الفوتون. فهتلاقي هنا ان تركيز السحابه اللي انت شايفها الالوان دي بتمثل تركيز الانويه داخل النواه عامل ازاي. فكل ما كان اللون انا اقول كده ظاهر احمر او اصفر كتير، اصفر واعلى لون، انت شايف كده اصفر واعلى لون، كل ما قالك ان الكثافه اعلى. فهنا في الحاله دي، حاله البريليوم، الكثافه اعلى في المركز. فهتلاقي في حاله البريليوم النقط الزرقاء اللي هي كلاستر اعلى بكتير من النقط الحمراء اللي هي مش كلاستر. نفس الحكايه هتلاقيها في الكربون، هتلاقيها معكوسه. ليه؟ لان في الكربون في النص فاضي، الكثافه اقل في النص. فهتلاقي في النص هنا الريشيو ما بينهم دايما اكبر من الواحد، لحد ما تروح على مور بريفرال، معناه ان انت بعيد عن مركز الذره.
زيرو معناها ان انت على المركز بالظبط، 100 معناها ان انت على حرف النواة. ولكن في الاكسجين كانك جمعت بين الاثنين. انا عارف ان الموضوع هنا صعب انه يتشرح بسهوله، انه شويه فيري تكنيكال، ممكن نبقى نعمل محاضره اصغر شويه في الوقت عن الجزئيه دي تحديدا، او لما المحاضره بتاعتي في المعمل تنزل اونلاين هبعتها لك وقتها. فباختصار ده اللي انا بحاول اعمله، بحاول اقول والله هل ممكن ان احنا نكتشف لاول مره الكلاسترنج افكت ده ولا لا؟ خصوصا لو الكلاستر ده في ذره الكربون اللي الراجل فريد هويل اللي اقترحه في الخمسينات، ولحد النهارده ما عندناش بديل واضح. في الاخر خليني اقول ان new direction in science are launched by new tools much more often than by new concepts. فاذا قدرنا نطور التولز بتاعتنا دي، فده معناه ان احنا قادرين نكتشف ونعمل اكتشافات في الوقت. شكرا على الاستضافه الكريمه، لو في اي اسئله ممكن. طبعا طبعا نشكرك دكتور نسيم على هذه المحاضرة الجميلة طبعا، واحنا طبعا في مزيد من المحاضرات وكده إن شاء الله هنوعد بها الجماهير يعني. فتفضل أبو عزيز لو حد عاوز يطرح سؤال أو يتواصل مع دكتور نسيم على المنشأة. في الواقع يعني شكرا دكتور نسيم على هذه المحاضرة، يعني أخذتنا في رحلة يعني حقيقة أنا صابتني الدهشة من الموضوع إنه في داخل النواة قد يكون في كلاستر لألفا بارتيكل، يعني حقيقة الموضوع مدهش. الموضوع فشكرا، الناس بتدور عليه من الخمسينات. أنا أول مرة بسمع فيه، لكن يعني قد يعني لأني غير مهتم ممكن في صلب الموضوع ما سمعت عنه قبل هيك، فالموضوع جدا شيق بصراحة. يعني ممكن نعمل محاضرة متخصصة عنه في وقت لاحق. الجزء ده ممكن، ممكن كمان ابعت لك المحاضرة. انا كان عندنا مؤتمر اليومين اللي نعم فاتوا في محاضرة عن الجزء ده تحديدا، عن الالف كلاستر تحديدا، فدي ممكن يكون فيها تفاصيل اكتر انا ان في شاء سؤال يا الله. دكتور نسيم هيموتني معلش، يعني هو انت ليه بتستخدم اردناش تموت. الجسيمات او المع او يعني مثلا البريليوم؟ يعني ما فيش يعني مش كتير بروتونز، ويعني بروتونز بتاعه قليل دايما بيستخدمه قليل. طب لو كبرنا الحكايه بقى واستخدمنا حاجه اعلى شويه يعني بروتوناتها عاليه كتير كتير، هنعمل ايه؟ ازاي هنقدر نوصف الماده يعني شوف حاجة. او الماس بتاعتها؟ لو استخدمت حاجة نعم أكبر مش هتشوف حاجة، لو استخدمت حاجة أكبر مش هتشوف حاجة. خلينا أديك مثال. أنت عندك عاملة زي فكرة البازل، عارف لما تيجي تلعب بازل وتركب البازل جنب بعض. لو أجزاء البازل دي صغيرة، يعني البازل ده مكون من 3 قطع أو قطعتين، فسهل إنك مجرد ما حطيتهم جنب بعض حتى قبل ما تركبهم في بعض تشوف الصورة. يعني خلينا، أنا جبت صورتي وقسمتها نصين، نص يمين ونص شمال، فحتى لو ما حطيتش النصين جنب بعض انت سهل انك تشوفهم. لكن لو خدت الصوره دي وقسمتها 100,000 جزء بقى صعب انك تشوف التفاصيل فيها خلاص، وهي من غير تفاصيل مش عارف تفرق بين الحالتين. دي نفس الفكره. تخيل ان انا جيت هنا في المساحه دي وحطيت 10 كلاستر مثلا، ما اعرفش ايه الذره اللي ممكن يكون فيها 10 كلاستر، لكن ممكن نروح لحاجات اكبر ويكون فيها الاعداد دي. هيبقى صعب انك تفرق بين الحاله اللي فيها كلاستر والحاله اللي ما فيهاش، لان الجسيمات قريبه من بعض جدا. فالفواصل اللي انت شايفها دي، الفراغات اللي انت شايفها داخل نواه الذره دي، مش هتقدر تشوفها لو انت عندك 10 او 12 كلاستر موجودين. هيكون شبه مستحيل انك تعرف المعلومات دي. عشان كده بنقول ان اللايت ايون هي افضل مكان، الانويه الخفيفه دي هي افضل مكان تدور فيه على الظواهر اللي من النوع ده. لان كل ما زادت عدد الايونات اللي موجوده جوه، كل ما الفواصل بينها خلاص ما بقتش موجودة أوي. تمام. طيب نبدأ في استقبال أسئلة الجمهور، إن كان هناك أي سؤال أو استفسار إما من خلال الشات أو برفع اليد الإلكترونية. تفضلوا يا جماعة. تفضل دكتور سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا على المحاضرة. في الواقع بالنسبة للجسيمات، يعني أحد النماذج النووية أن النواة فيها جسيمات ألفا، في عنا ظاهرتين مثلا بالنسبة للبريليوم، لما بينشطر نوويا فبينشطر لتنتين ألفا مستخدمة في الطب النووي بنستخدمه، لذلك نحن متأكدين أنه فعلا في الداخل النواة
على الأقل خلال عند الانقسام تنقسم على شكل جسيمات ألفا. أيضا أن النظائر المشعة الثقيلة أيضا عندما تتفكك السلاسل الأربعة، ثلاثة الطبيعية ووحدة الصناعية، كلهم بتفككوا على شكل بيعطونا جسيم ألفا. فنوعا ما نحن بنعرف أن جسيم ألفا موجود في الداخل، له تركيب معين، بس يعني محاولة الحصول على تفاصيل أكثر طبعا هي شيء جيد جدا. الله يوفقكم، ويا ريت نضل على متابعة عن هالأشياء هاي، لأنه يعني هي ضمن النماذج النووية النظرية. أنا بالنسبة لاختصاصي الحمد لله اللي عافانا من الطاقات العالية، أنا اختصاصي الطاقات منخفضة، نترونات منخفضة، بس يعني أحب أن أتابع التطورات اللي بتصير. بس من ناحية الفكرة نفسها، الفكرة سليمة، إنه داخل هالنواة هي كلها في تركيب أو في أفضلية معينة لجسيم ألفا. هو أعتقد دكتور هذا طريق جيد يعني. صحيح، هو اتفق مع حضرتك. النقاش إن كان حضرتك وضحت في تجارب بنقدر نقول منها كوت أند كوت يعني إن قد يكون في ألفا كلاسترنج داخل النواة. التجربة اللي حضرتك ذكرتها اللي بنسميها الألفا ديكاي، أو في كمان اللي هي اللي بيسموها الجاما سبيكتروسكوب، إحنا نعمل نشع الجاما باركوز على النواة ونشوف الاوت كام عامل ازاي. الفكره ان الى الان احنا ما عندناش رصد مباشر لاي من التجارب، يعني الداتا اللي بتطلع في بعض النماذج بتفسرها بوجود الفا كلاستر، وفي بعض النماذج بتفسرها بوجود تفاعلات اخرى داخل النواه. فبيبقى عندنا اكسبيرمنتال داتا او داتا معمليه، والداتا المعمليه نفسها ان انكلوسيف او ان كونكلوسيف، هي مش قادره تدي خلينا كده التوضيح النهائي هل في الفا كلاستر فعلا، يعني الثلاثه الفا دول داخل الكربون مستقلين بشكل ما عن بعض، يعني في بينهم كل واحده منهم فيها تفاعلات خاصه بيها، ولا مفيش، ده مش موجود. المين فيلد نفسه في النواه اتغير، وده اللي احنا بنحاول بنهوب على الاقل ان احنا في المعجل الجديد نحاول نقدم فيه ادله اكتر مع اللو انرجي اللي حضرتك وضحت. فهو الموضوع مصور في اللو انرجي الى الان، في نقاشات كتير حواليه، لكن مين عارف يمكن نحط الموضوع بشكل برضو اوضح. النقطه الثانيه هي اللي احنا بنسميه، خليني اجيبها هنا، الهويل ستيت افكت. الهويل ستيت افكت هي فكره ان الثلاثه دول هم كونفيجريشن، حضرتك اكيد عارف الكلام ده، يعني بس بما ان احنا بنتكلم في النقطه دي، موجودين ثلاث اشكال ممكن يتواجد فيهم التركيب الداخلي لذره الكربون. الجزء دي تحديدا او الشكل اللي هو شكل التشين او شكل اللي هم اللاين ده، خط الشكل الخطي ده، هو ما بيكونش موجود غير في الاكسايتد ستيت، وده اللي احنا ممكن بنتمنى ان احنا نشوفه في الاي انرجي، لان هتكون اول مره نرصد فيها التركيب بالشكل ده. فلو ده حصل هيكون لحد النهارده ما فيش دليل على التركيب ده تحديدا، لكن انا متفق مع حضرتك في ادله من اللو انرجي بشكل واضح على الكلاسترينج، وان كان بعض النماذج النظريه بتفسرها بوس ويز. متفق جدا. في بس ملاحظه، نحن على الكلوستر على البيريليوم مره ثانيه، في الطب النووي فينا نعطيه للمريض بورون لما بشعوا بالنيوترونات، فبتحول عندي بحصل على حاله البيريليوم. فالبيريليوم منقسم لعندي ل 2 الفا، ف 2 الفا مسارهم كثير صغير، فقادرين على انه يقتلوا السرطان. لذلك يعني هي احد التجارب باستخدام النترونات، فبيطلع فيها 2 الفا التفاعل. شكرا. العفو، اهلا دكتور. تفضل استاذ هشام، طرح سؤالك. السلام عليكم، مساء الخير، الله يعطيك العافية دكتور نسيم. من فضلك دكتور، حاب أسأل عن اللانديجي فاكتور. كثير بقرأ بيبرز موجودة بالويك فيلدز عند المصادمات، مصادم الهادرونات والمسارعات بصفة عامة، فممكن بس من فضلك تفسر لنا المعنى الفيزيائي لللاندي جي فاكتور، وشكرا لك. لا حقيقة مش حاضرني، ممكن لو حضرتك بعت لي بعد المحاضرة ابص عليه، مش حاضرني دلوقتي. ممكن دكتور هشام صدقنا، دكتور نسيم برضو يعني
استاذ دكتورنا محترم يعني وما شاء الله عليه يعني، لا لا لو 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 فممكن نتكلف في التفاصيل دي لو حابب يعني. ممكن هبقى محتاج اسال عنه الفكره. نتكلم على اللامدا جي اللي هو فاهم الكابلنج كونستنت بتاع الكوانتم ثرموداينامكس. يس، هو كان سؤالي انه يعني بصفه عامه يعني كثير بشوفه بالمسارعات، انا تخصصي بعيد، انا بشتغل بالبلاك هولز، لكن كثير بقرا اللاند جي فاكتور كثير بدخل في البيبرز، فانا يعني كنت كان عندي فضول اعرف وات از فيزيكال مينينج. بس هو خلينا نقول هو الكابلنج كونستنت اللي عند قيمته لما نتجاوز القيمه دي هنبقى بنتعامل مع الكواركات والجلونات بشكل متحرر شويه، مع اي نقطه ممكن خليني ارجع هنا الصوره دي. انا في كابلنج كونستنت، في فاكتور بيفرق لي بين الخلفيه اللي هي كواركات الجلونات حايمين في بعض بالشكل ده بنسميها كوارك بلوم بلازما، او ان هم في داخل البروتون او النيوترون. الحاله دي بنسميها كونفاينمنت والحاله دي بنسميها دي كونفاينمنت. فاللامدا جي او الكابلنج كونستنت هو اللي هيفرق بين الحالتين دول، فانا محتاج اكسر الحاجز بتاع اللامدا جي عشان اقدر اتنقل من الحاله دي للحاله دي. Amazing. تفسير شكرا دكتور. شكرا. شكرا استاذ هشام على السؤال. قبل فتره كان في اعلان عن تصوير اول الى الذرات اذا بتتذكروا يا جماعه. اللي بيحكيه هنا دكتور نسيم هو التصوير للنواة تقريبا في آخر سلايدز كان موجود له، فيعني اللي يصاب بالذهول من هذاك الخبر لازم يصاب بالذهول بأكثر من هذا الخبر، لأنه هذا الموضوع أصعب جدا من الموضوع السابق في تصوير الذرة على مستوى البروتون. يعني نعم نعم أحد يعني الأمراض الرئيسية هي أنك تبص على اللي جوه البروتون، احنا عايزين نكسر البطيخه دي ونشوف ايه اللي جوه ونشوف السلايس اللي جوه. تمام. دكتور يعني اذا امكن اطرح لي سؤال، اطرح سؤال لنفسي، لماذا يعني جسيمات الفا هي اللي تم الاشتغال بها؟ يعني ليش مثلا ما قلنا 6 جسيمات؟ لماذا 4 جسيمات من النيوترونين وبروتينين؟ هل لانه الجسيم الفا هو اكثر استقرار مثلا؟ هي مش بس اكثر استقرار، هي ما اعتقدش هي في اتجاه الاستقرار قد ما هي في اتجاه الشكل اللي بتتكون بيه في الاوتر سبيس. يعني لو لو فكرنا فيها شويه سوا، خليني اجيب سلايد يعني اسهل. انت عندك الاول بيكون عندك ابسط ذره ممكن تحصل عليها هي الهيدروجين. الهيدروجين هيبقى يعني بروتون ونيوترون. لكن لو في الحاله دي انت عايز الهيليوم هيبقى اكثر خمولا من الهيدروجين. ولكن انت فاكر انك انت بتمشي بشكل اندماجي، فبيكون عندك 2 هيدروجين بيجوا مع بعض يندمجوا اندماجيا مع بعض عشان يديك الالفا كلاستر او الالفا بارتكل او يديك نواه ذره الهيليوم. ممكن يكون عندك 2 هيليوم يندمجوا مع بعض عشان يدوا البريليوم. هنا ممكن بريليوم والفا يندمجوا مع بعض او هيليوم يندمجوا مع بعض عشان يدوا الكربون، او ممكن 3 هيليوم يندمجوا مع بعض عشان يدوا الكربون. السؤال اللي بيطرح مش كام، طبعا لو زودنا عدد الجسيمات جوه، لو بنتكلم مثلا على هل لو في 2 بريليوم اجتمعوا مع بعض اندمجوا مع بعض هيكون في خاصيه للبريليوم خاصه بيه جوه النواه دي. الفكره انك كل ما طلعت في السلم بتاع عدد الانويه جنب بعض كل ما بقيت قريب للشكل اللي هو كانهم متوزعين بشكل عشوائي، مش هتشوف فرق. يعني حتى لو افترضنا ده احنا مش هنستفيد شيء منه لو مش شغال شيء في الصوره. عشان كده واقفين لحد النهارده عند فكره الالفا كلاستر نفسها. النقطه الثانيه هي ان في حاجه ثانيه بنسميها الشورت رينج كورليشن، في تفاعلات او انتقال رسائل بين البروتونات وبعضها والنيوترونات وبعضها داخل نواه الذره. ده بيتطلب حد ادنى من المسافه بين الانويه انويه الذرات وبعضها. فلو انا حبيت اضغط 2 بريليوم جوه ذره معينه ده ممكن لازم احافظ على المسافات بينهم، هنا تبقى الذره هنا غير مستقره او نواه الذره غير مستقره. فاهم يعني ممكن تسميه ده الانسب حسب مفهومنا للفتره. نعم شكرا. شكرا دكتور على الإجابة. كان في سؤال في الشات بصراحة يعني الأخ سأل، خلينا نقرأ السؤال.
كان بيسأل عن التجربة إجمالا، أو عن ما يقوم به أو ما سيقوم به هذا المسارع. هل نظرية الأوتار متداخلة أو لها مساهمة في هذه التجربة؟ لا، هي بعيدة قوي عن نظرية الأوتار. في بعض المجموعات البحثية اللي بتحاول تشوف إذا كان ممكن يكون له علاقة، الشغل ده له علاقة بالدارك ماتر أو لا، هل ممكن بعض القياسات توصلنا لمرحلة الدارك ماتر أو لا. لكن سترينج ثيري بعيدة قوي. سترينج ثيري احنا محتاجين طاقات أعلى بكتير، لأن هنا الطاقة مش هتكون عالية، احنا مش هنروح لطاقات عالية قوي، يعني مش هنوصل للتيرا الكترون فولت، احنا لسه عند الجيجا. لكن الفكره هي في الميكانيزم نفسه، زي ما قلت، فكره تقطيع البطيخه. احنا عايز استخدم الوسيله اللي تخليني اقطع البطيخه من غير ما اكسرها، وده هنا الجديد هو الطريقه دي، ان انا استخدم الالكترون عشان اعمل بروبينج او ابص على اللي جوه البروتون او الذره نفسها. ده الجزء الجديد بشكل كبير في النوع ده من التصادمات او التفاعلات. مش الانرجي مهمه تبقى عاليه، ده اعلى انرجي هتكون في الجزئيه دي تحديدا. لكن خليني اقول لك ان في ناس بتفكر في حاجه اسمها الميون ايون كولايدر، بدل ما تستخدم الكترون تستخدم ميون، وده هيكون الانرجي، لان الانرجي في حاله الميون ممكن تعجيله بسرعات اعلى بكتير او لطاقات اعلى بكتير. فمين عارف، يمكن هنكون احنا بطلنا فيزيكس تقريبا وقتها، يعني بنتكلم في 50 او اكتر. ممكن بقى الشباب الاصغر مننا هم اللي يعملوا ده، المعجل اللي بعد الالكترون هيكون لايبر. أنتم والخير والبركة دكتور، دايما تسلم. الله يسلمك. شكرا للجميع على معنا سؤال. طيب تمام، السلام عليكم. كيف من الممكن تصوير الذرة إذا كانت الفوتونات من نفس حجم الذرة، أي أن الذرة هي أصغر من الضوء نفسه، وحين تحكم ميكانيكا الكم الذرة؟ هو ده سؤال بيجي وبشوف فيه خلط بشكل كبير قوي. الفكره كلها في الطول الموجي اللي انت بتستخدمه. يعني الخلط في السؤال ده بيجي من فكره ان والله الذره صغيره والضوء نفسه هيخش جوه الذره ازاي؟ طب الضوء ده بينتج عن طريق الذره، وده برضه مش صحيح. لما تيجي تبص على الجزء بتاع، خصوصا الشغل بتاع الكوانتم في الكتير زي ما قلنا، خليني ارجع لحته كنا اتكلمنا فيها ثانيه. أعتقد هنا التفاعلات المتعلقة بالكوانتم الكتروداينامكس بيتم من خلالها إصدار دايما ضوء. الضوء الخارج ده من التفاعلات دي، الضوء ده دايما هيعتمد على طاقة التفاعل، والطاقة اللي هيحملها أو المومنتم اللي هيحمله، كمية الحركة اللي هيحملها من الضوء هنا، أو الإلكترون هيخسر قد إيه من الضوء، هيتحول لطاقة للضوء ده، وده هيأثر بشكل كبير على طول الموج بتاعه. عشان كده قلنا ان احنا ليه عايزين اكسلريتور، ليه ما نعملش ده في معمل صغير؟ علشان احنا محتاجين طول موج كبير جدا، او سوري صغير جدا، يسمح لنا بان احنا نخش جوه البطيخه دي ونشوف ايه اللي جواها. يعني اعتقد دي كانت الفكره بشكل كبير. هي فكره ان انا عايز طاقه الالكترون تكون عاليه، عشان لما يحصل له سكاترنج، لما يحصل له تشتت، الطاقة اللي يكتسبها الفيرشوال فوتون أو الفوتون التخيلي، وأنا تخيلي مش معناه مش موجود. الفيرشوال فوتون اللي هيتكون من الفاكيوم، من الكوانتم فاكيوم بتاع السكاترنج ده، هيبقى بيحمل كيو، هي الفرق في كمية الحركة كبيرة جدا. ده تسمح له إن طول الموج بتاعه يكون صغير جدا، إنه يكون ينفع يشوف الكواركات من جوه. بالعكس، إحنا النهاردة بنتكلم على إن الكواركات والبولونات ممكن ان احنا نخبطهم حرفيا بفوتون. فده الحاصل. فاحنا هنا بنفرق بين ان الفوتون ممكن ينتج من الذره، ممكن ينتج من الالكترون، ممكن ينتج من تفاعلات جسيمات مشبوهه مع بعض، ممكن ينتج من حاجه من الكوانتم فاكيوم زي ما بيكتب هنا في الحاله دي. ففي مصادر كتير جدا لانتاج الفوتونات، ما تقلقش. نعم، يعني ما يقوله دكتور نسيم هنا انه انا لما بصور اي جسم مهما كان صغير، الموضوع متعلق مش بحجم الفوتون ولكن في الطول الموجي. إذا كان الطول الموجي أقصر من حجم هذا الجسيم، فأنا بإمكان الفوتون أو هذه الموجة أن تراه. هذا ما يقصده الفوتون مش الدكتور. حاجة، الفوتون صفر. نعم، يعني حجم الجسم ما أنا أقصد. صحيح صحيح، إذا كان نعم نفس الجزئية هنا،
لو اللامدا اللي هي طول الموجب بتاع الفوتون الصغر اقل بكتير جدا من البروتون سايز، ده اللي احنا بنسميه الديب ان الاستيك سكاترينج، وده اللي احنا بنشتغل عليه، ده الجزء اللي احنا بنحاول نستخدمه علشان نشوف التفاعلات. نعم. سؤال بس يا استاذ عبد العزيز، معلش. تفضل. طب انت بتطلق الجسيم هل كموجه ولا كجسيم؟ يعني حسب حاله ولا دواليتي ولا نعمل ايه؟ يعني انت بتطلقها في فرق، انت بتعجل الجسيم، ولكن يعني بتعجل جسيم، صح كده؟ بس هنا بنفرق، انت بتعجل جسيم لكن داخل المعجل انت بتعملش معاه الجسيم، تعمل ويف فانكشن. فالذره نفسها، نواه الذره نفسها والبروتون اللي جوه ليهم ويف فانكشن بتتعامل بيها. مش معنى ان انت بتعجل الجسيم معناها ان انت قادر تعمل له ديتكشن في نفس الوقت. ما انت لما بتطلق جسيم، يعني في تجربه الشفت المزدوجه الشهيره، انت اطلقت الالكترون، انت عارف ان انت طلعت الالكترون، لكن انت ما عملتلوش قياس عشان الويف فانكشن حصل لها كولابس. فلا الويف فانكشن بتاعت البروتون حصل لها كولابس، ولا الويف فانكشن بتاعت الالكترون حصل لها كولابس. يعني هي جسيم يا دكتور، جسيم يعني يعمل زخم، او لو ضرب الكترون هو الكترون بيحمل كل شيء عن الالكترون. انا ايوه صحيح، بس لو ضرب هيعمل زخم، يعني يعمل لو ضربت في فتره التصادم، التصادم ده بيبقى كولابس تو ذا ويف فانكشن، لان انت بتعمل كولابس للويف فانكشن في التصادم. صحيح، يعني السكاترنج اللي حصل للالكترون ده الويف فانكشن بتاعته حصل لها كولابس، عشان كده انا هقيسه كجسيم. لكن قبل التصادم، قبل النقطه دي هنا كده، ويف فانكشن عليه بتحمل الخواص الجسيميه والخواص الموجيه. تمام. انا اقصد يعني زي اتفضل حسين. معلش جالي اتصال. الله يكرمك. ايوه يا دكتور، اقصد يعني زي البلياردو، لما بتحدف كوره على كوره فبتعمل زخم، يعني بتعمل مومنتم معين وكده، يعني ده اللي انا اقصده. يعني هي اكيد زي كره البلياردو، اكيد انك بتحدفها على كره تانيه فبتعمل بشكل كلاسيكي. ولكن احنا حتى في، يعني في الكوانتم ميكانكس، بتشتغل كوانتم ادفانس كوانتم ميكانكس، اول حاجه بتدرسها هي السكاترنج ثيوري، نظريه التشتت. فكره هنا ما فيش حاجه بتخبط في حاجه، خلاص انت دايما بيحصل لك سكاترنج من التفاعل بين الاثنين. مجرد ما الالكترون عدى بمسافه معينه من البروتون هو حصل له تشتت، وفرق التشتت ده فرق الطاقه بين الالكترون الساقط والالكترون الناتج، هيطلع في شكل حاجه بنسميها فيرشوال فوتون، اللي هو الفوتون التخيلي، وده اللي بيحمل الفرق في المومنتم او في الطاقه في الحاله دي، واللي هيخبط بيها البروتون او النواه عشان يشوف بقى ايه اللي جواه. دي الفكره بشكل واضح. شكرا دكتور نسيم. اتفضل عبد العزيز. في نهاية هذا اللقاء نود أن نشكر دكتور نسيم على هذه المحاضرة القيمة في وقت قصير، يعني من دائما تتسم محاضرات دكتور نسيم بالقصر يعني إجمالا، وهي من أقصر محاضرات النادي، لكن يعني كمية العلم والفائدة اللي فيها عالية جدا. فشكرا دكتور نسيم، وشكرا للحضور على حضور المحاضرة وأسئلتهم ومشاركتهم. إن شاء الله نراكم في يوم السبت القادم إن كان لنا نصيب من اللقاء. شكرا للجميع على الحضور.